اهلا بحضراتكم من جديد. كمان لنفس السبب اللي تأجلت بيه مباراة كايزر تشيفز الجنوب افريقي مع الوداد المغربي ورفض السلطات المغربية دخول بعثة كايزر تشيفز للمغرب لسبب يتعلق بسلالة مختلفة في فيروس كورونا تنتشر في جنوب افريقيا، ايضا السلطات الجزائرية رفضت استقبال فريق سان داونز الجنوب افريقي للجزائر عشان يواجه شباب بلوزداد، فتأجلت هذه المباراة في الجولة الثانية ايضا. واضح ان كورونا هتهدد دور الابطال من بداية دور المجموعات فيما يتعلق بجنوب افريقيا تحديدا. اذا تأجيل مباراة شباب بلوزداد وسان داونز اللي كان المفروض هيتلعب يوم الثلاث في الجزائر. وده بس بيقودنا الى ناحية فنية يا استاذ ابراهيم او ناحية لائحية. يعني فريقنا لما جاله كورونا في بطوله افريقيا للناشئين يعني اتمنع من اللعب واتحسب مغلوب. لو القصه دي مظبوطه مصير فرق جنوب افريقيا هيكون ايه؟ عايزين نبقى نسال ونجد الاجابه من الاتحاد الافريقي. الى ان نجد الاجابه حاولنا نجد حل عند ناس كتيره، حاولنا مسكوهم ب بعضمة لسانه. طب ما تيجي نفتح الدفاتر. نفتح الدفاتر؟ والله إذا كان في ناس عايزة تفتح الدفاتر نفتح. نفتح الدفاتر ونشوف الكابتن مدحت شلبي. بالنسبة لمحمود كهربا، كل اللي حضراتكم اتفرجتوا طبعا وشفته إنه حط إيده على بقه ووجه يبدو كلام ما كان يجب أن يوجهه لأحد لاعب المريخ السوداني. قال إيه؟ محدش فينا يعرف، لأنه حط إيده على بقه، لكن واضح أنه قال أمر ما كان يجب أنه هو يقوله. الدليل أنه تدخل عمرو السولية وزقه بعيد هو ولاعب تاني من النادي الأهلي وبدأوا يعاتبوه، فما عجبش كهربا، فيبدو أنه هو اتكلم بطريقة غير مناسبة مع عمرو السولية، فعمرو السولية شوح له بإيده بهذه الطريقة، حاول التاني يلمسه، سابه عمرو السولية ويلوح بإيده. أنا بس حكيت الواقعة دي ليه؟ عشان ما حدش يقول لك ايه يا عم يعني انت سبت الماتش كله لا، احنا بنتكلم يا جماعه في حاجات تفاصيل صغيره لكن بتحدث احيانا امور كبيره. لما النهارده كهربا عمل الحركه دي او الكلمه اللي قالها او العباره اللي وجهها للاعب السوداني الشقيق بعد ما جاب جون، يعني بعد ما كهربا جاب جون فرد ريشه شويه. لا، ما ينفعش يا كهربا، لانه هذه الامور لا تصح على الاطلاق. لازم تبقى لاعب ملتزم 100% مع فريقك ومع الفريق المنافس فيما يتعلق بالسلوكيات. انت كافح والعب بقوه واستميت على كل كوره وابذل كل ما لديك من قوه، هذا امر ما فيهوش جدال، ولكن ما تخرجش عن النص، لان خروجك عن النص بيوتر فرقتك، بيوتر زمايلك، ربما يعرضك لكارت ملون تخسر فرقتك. فهنا ده أنا كان لازم أقول هذا الأمر فيما يتعلق بكهربا، مش هزود عن كده، ولكن إذا اتكررت منك يا كهربا هنزود ونجيب الدفاتر القديمة كلها. وانت عارف أنا جبت قبل كده في قناة أخرى الدفاتر القديمة وانت زعلت والكلام ده كله، فنرجو الالتزام يا كهربا. المرة دي كده هتبقى إشارة صغيرة ليك حتى تلتزم في المرات القادمة. لعلني اتفق في بعض الامور مع الكابتن مدحت، ولكني هقول له برضه ان انا مختلف معاه في ايه. الكابتن مدحت هو بيقول حط ايده على بقه وقال كلام مش عارفين ايه هو، ولكن معظم الحاجات الكبيره بتبتدي بحاجات صغيره. انت اول واحد يا كابتن مدحت لازم يخلي بالك من الحكايه دي، لانك انت لما تتوقف على امر ما استغرقش 3 4 ثواني، كل الليله دي اللي بينه وبين السولية ودفعه وما دفعوش وفي الاخر شوح له وقال له كل ده كان مفيش فيه انفعال، ما شفتش فيه انفعال وانا بشوف، وما استغرقش 4 5 ثواني كل الليله دي. فانت لما تتوقف عندها وتبروزها، لا، انت اللي بتعمل حدث كبير دلوقتي، انت بتنبه ان في كلام اتقال للمنافس ما كان ينبغي ان يقال. لا، ايش عرفك بيقول له ايه؟ ممكن تبقى كلام في الملعب هو بيقول له مش او رد على حاجه حصلت في الملعب لما جاب الجون، بيقول له اديني جبت جون مثلا. فالكابتن سليا بحكمته حب يقول له ابعد على الشر وغني له، ادي الموقف. طب انت بروزتها وركزت عليه يا سيدي، النصيحه مقبوله، لكن يا كابتن مدحت هو احنا هنرجع كل مره نتسبب
في فتق كبير جدا واحنا اعلاميين، وبعدين ما نعرفش اللي مات زي ايام الجزائر. افتكر يا كابتن مدحت مين اللي ابتدى، مين اللي ابتدى، والسودان ايضا ومين اللي ركز عليها. لكن اللي ما عجبنيش خالص بقى اللي لازم اختلف معاه، انصح زي ما انت عايز، ولكن اذا كنت هتهدد لا ما تهددش، لان ما ينفعش تهدد لعيب. هذا الابتزاز، وخصوصا استاذ ابراهيم، انا كلمت الناس في النادي الاهلي يا جماعه وفي ايه، ليه 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 كده، واشعر ان كابتن مدحت مدينه في حاجه. قال احنا كان عندنا قرار ما حدش يتكلم، فما حصلش ان بيترد على التليفونات، لكن اذا كان هذا هو السبب ده كلام يبقى غريب جدا. اذا كنت هتتوقف امام النادي الاهلي باستمرار بالطريقه دي، يعني خلينا يعني احنا شفنا لك حاجات وفوتناها كلنا، لكن النبي يا كابتن مدحت مش محتاجين لا التهديد ولا انك انت تضغط على حد، لان مش هيحصل غير سياسه النادي الاهلي. ولا نفتح دفاتر، انت حر بقى افتح، انا ما اعرفش انت عايز تفتح دفاتر ايه. طيب انا بس واقف عند جمله التربص الدائم بكهرباء، ومش من الكابتن مدحت شلبي، من كذا حد الحقيقه. كهرباء من اول ما انتقل للاهلي في ناس ماسكاله على الكلمه، في ناس منتظره له كل تصرف، محدش عايز يقبل له حاجه، كله متلهف وينتظر اللحظه اللي ينقض فيها على علاقه كهرباء بالنادي الاهلي. دي مساله موجوده في اكتر من برنامج ومن اكتر من زميل، والمفروض المساله انتهت. لانه لو هنتكلم على معيار سلوكي واحد، رفض ما حدث من كهرباء لو كنا احنا بنرفضه، ومتاكد ان احنا بنرفض اي توتر في الملعب يخرج اي لاعب عن تركيزه، فما شفناش ده مع تصرف من شيكابالا امبارح مثلا. لو هنتكلم على السلام العام في الملاعب، ولو هنتكلم على سلوكيات اللعيبه، ما شفناش حد خرج امبارح يدين اللي حصل من شيكابالا مع حسين السيد لاعب الاسماعيلي والاهلي السابق. ما حدش اتكلم خالص، ما حدش نطق. ده ليه؟ ده اشاد، يا ريته ما سكت. اشاد قال لك لاعب خلوق ويعني ما بيغلطش لما قيل له ان، مع ان الصوره لو في صوره عندنا توضح يعني صحيح انه حط ايده ودفع كابتن السيد. وبعدين احنا نفسنا مش كناش عايزين نتوقف امام هذا الامر، لكن وانت بتهدد هنا وتشيد هنا على خروقات واضحه ان هي اكثر وضوحا من الاخرى، هو ده المعيار اللي بيضايق. يعني لو المعيار واحد ماشي هنلتمس ليك العذر. يعني انت راجل اعلامي مخضرم بترفض سلوك عارف كويس لازم قوي ترفضه، عارف كويس قوي الكلمه انت بتقصد بيها ايه. أي. مفيش كلام بيفلت كده، انت أي. راجل مخضرم بتاريخك الكبير في الاعلام، عشان كده بنتوقف امام كلامك وبنناقشه. يعني ما ينفعش ان احنا نتعامل بالتهديد هنا ونتعامل بالرفق هنا هناك، او العكس هناك وهنا. صحيح. يعني دي يمكن انت بس الدفاتر. لا ما هو لو الدفاتر مش عايزين نفتح دفاتر بلاش، لا مش والنبي يا جماعه ارجو الله نضطر، ولا عايزين نفتح دفاتر، ولا دورنا ان احنا نوتر الوسط الرياضي، ونرجو من الجميع ان يلتزم بهذا. خلينا برضو نلتزم بده، وخلينا ننشد العلاقه الطيبه مع الجميع، لانه نفترض حسن النوايا ونفترض انه الجميع يسعى الى علاقات محترمه في الملاعب. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كمان تانية هتتمسك من عظمة لسانها.